وينضم إلي عبر الهاتف الخبير العسكري السيد عادل عبد الكافي. سيد عادل أهلا بك. أهلا بك وكذلك مشاهدين قناتكم الكريمة. نعم سيد عادل، يعني ما تأثير تزويد الإمارات مجرم الحرب حفتر بمرتزقة من تشاد والسودان على سير المعارك في مدينة طرابلس؟ هي محاولة طبعا لإطالة أمد المعركة، محاولة طبعا استنزاف أيضا قوات الجيش والقوة المساندة، ولكن ما حدث على العكس. الآن قوات الجيش والقوة المساندة هي التي استنزفت القدرات القتالية سواء على صعيد العناصر أو الآليات لهذه الميليشيات الإجرامية، أحدثت فيها خسائر كبيرة جدا، وهذا أتى حقيقة من خلال المواجهة التي تقودها قوات الجيش والقوة المساندة، مصحوبة بضربات قتالية وطلعات قتالية من السلاح الجوي الليبي الذي كانت آخر استهدافاته لغرفة عمليات وادي الربيع التابعة لميليشيات الكرامة، كذلك استهداف رتل تابع لميليشيات الكرامة. فحقيقة المعارك تسير بخطة ثابتة بتخطيط جيد جدا، تحريك القوات على الأرض كذلك الغطاء الجوي، أفشل الكثير من مشروع محاولة احتلال المنطقة الغربية من قبل ميليشيات الكرامة. نعم سيد عادل، يعني ما مؤشرات استعانة ميليشيات مجرم الحرب حفتر بمرتزقة من الخارج؟ يعني هل يعني هناك استنزاف للميليشيات أم هو رفض من الأهالي بمشاركة أبنائهم في معركة طرابلس؟ بالنسبة بخصوص سؤالك، مؤشرات استعانة مجرم الحرب وقائد المتمردين في الشرق الليبي خليفة حفتر بالمرتزقة، هذا أتى من خلال التحقيقات الأولية التي تمت مع العناصر المرتزقة سواء كان التابعين للعدل والمساواة أو التشادية الذين تم القبض عليهم في غريان وكذلك في محاور جنوب طرابلس. هذه الاستجوابات حقيقة أدت لكن سيد عادل يبدو أن هناك تقطع للصوت، هل تسمعني جيدا؟ أسمعك جيدا أستاذ الكريم. نعم. بالسابق طبعا حاول القذافي أن يستعين بهذه المرتزقة من العدل ومساواة وكذلك تشادية للقتال في صفوف كتائبه الأمنية، واستطاع ثوار ليبيا وأبناء ليبيا الشرفاء حقيقة دحرها هذه الكتائب الأمنية وكذلك هذه المرتزقات. يعيد عجوز الرجمة الآن نفس السيناريو بالاستعانة بالمرتزقة من العدل ومساواة والتشادية، ولكن حقيقة الاستبسال والإرادة التي لدى أبناء الجيش الليبي والقوة المساندة أفشلت الكثير من هذا المشروع إلى أن يتم تطهير منطقة الجفرة من هذه الميليشيات الإجرامية والقضاء على غرفة العمليات والسيطرة التابعة لقائد المتمردين في الشرق الليبي خليفة حفتر. لذلك الآن نحن لا نخشى كثيرا على سير العمليات في المنطقة الغربية من قبل قوات الجيش والقوة المساندة مصحوبة بالسلاح الجوي. هنالك عمل متكامل جدا ضد مشروع الإمارات وضد عميله المحلي خليفة حفتر. نعم.